السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني، مرحبا بكم معايا على قناتكم جربوا حكم في هذه الحلقة تاع اليوم. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزورونا أول مرة وكينضموا لينا، وحتى الناس اللي مولفين أنهم يتبعونا، كنتمنى منهم يشجعونا ويدعمونا ويشاركوا وصفاتنا مع الأهل والأحباب اللي تعم الفائدة، جزاكم الله خير. إذا كانت فعلا قناتكم جربوا حكم كتستحق الدعم ديالكم وتشجيع، فما تبخلوش علينا، جزاكم الله خير بالدعم ديالكم والتشجيعات. بالنسبة أخواتي اللي سولتوني في التعاليق كيفاش نستعملوا الزنجلان في شهر رمضان باش نزيدوا في الوزن، لان ما عندناش مكونات اخرى اللي غادي نخلطوا معه. فواحد المعلومه، ففقط الزنجلان فهو جد مهم تناول ديالو في شهر رمضان، لا للكبار ولا للصغار. الزنجلان مهم جدا اننا نتناولوه في الشهر ديال رمضان، تيزيد في الوزن وبواحد الطريقه سليمه وصحيه، وكيمد الجسم بزاف ديال المكونات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. وكيف ما كنعرفوا حنا الزنجلان كنستعملوه بزاف التقاوت، يعني السفوف في شهر رمضان. كاين بعض الاخوات قالت ما عندناش امكانيات، ما كاين، متوفرش عندنا مكونات اخرى. ورينا كيفاش نستعملوا الزنجلان. الزنجلان فقط طحنيه وحمصيه وطحنيه، يعني الكميه اللي عندك نحمصها ونطحنها ونحطها في واحد القاروره ديال الدجاج ونسد عليها. نبدا كل ساعه نهز معلقه صغيره، يعني عين الفطور ديالي تاع رمضان، ونبدا نهز معلقه صغيره كل ساعه. نتناول معلقه صغيره، ما نتناولهاش مع الشاي، ناخذها مع مشروب الزعتر ساخن، ناخذها مع مشروب ديال اللويزه، ناخذها مع مشروب ديال البابونج، ناخذها مع اي مشروب اخر الا الشاي والقهوه، ناخذها مع الحليب. الا ما عندكش ممكن تاخذيها غير هكاك مع الماء مطحون، زنجلان مطحون محمص، معلقه صغيره كل ساعه حتى توصل وقت السحور ونتوقف على الاخذ ديالو. هكذا البنات اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم فقط، يعني الجسم ديالهم كامل عندهم نحافه شديده، وسولوني كيفاش نستعملوا الزنجلان، هذه هي الطريقه الصحيحه. اما الاخوات الاخرين اللي بغاو يستعملوا، بغاو يزيدوا في مناطق الانثويه ديالهم، يزيدوا في الوزن وايضا تبرز لهم المناطق الانثويه، يمكن لكم تضيفوا مكون ديال السوجه محمصه بنسب متساويه. ناخذ الزنجلان والسوجه بنسب متساويه، نطحنهم. قبل ما نطحنهم نكون حمصتهم ونطحنهم، ونبدا ناخذ منهم جوج معالق كبار بعد الفطور، جوج معالق كبار بعد العشاء، جوج معالق كبار مع السحور. هذه بالنسبه اللي بغاو الاخوات اللي قالوا لي بغاو وصفه سهله لابراز المناطق الانثويه. اما ما ناخذوهاش، ناخذوها مع دوك جوج معالق كبار مطحونين، ناخذوهم مع الحليب، ناخذوهم مع مشروب ساخن، كيف ما قلت لكم بعدوا على الشاي والقهوه. الا بغيتوا الوصفه الطبيعيه للزياده في الوزن تعطيكم فعل، هذا طبعا ضروري تكون التغذيه يعني سليمه، تغذيه سليمه ومنوعه. نقدروا ناخذوا واحد الطبق ديال الرز مع الافطار، ندخلوه حتى هو مع الافطار، لان حتى هو كيمد الجسم بزاف ديال الفوائد وكيزيد في الوزن بطريقه رهيبه. نتمنى منكم اخواتي، نتمنى اخواتي تكون وصلاتكم، فهمتوا الفيديو. بالنسبه للبنات اللي سولوني على كيفاش يستعملوا الزنجلان، وحتى البنات اللي بغاو يستعملوا، اللي بغاو وصفه الزياده في المناطق الانثويه، هادو جوج ديال الطرق ساهلين ماهلين، يعني بمكونات اللي متوفره عندكم بين يديكم. كيف ما كتعرفوا دابا حنا كنمروا واحد الفتره، يمكن البنات بزاف ما عندهمش بزاف ديال المكونات، داكشي علاش طلبوا طريقه ديال استعمال الزنجلان في شهر رمضان. وحتى الاخوات اللي قالوا لي بغاو يزيدوا في المناطق الانثويه، فيمكن لهم يدفعوا على الزنجلان فقط السوجه. الناس اللي ما يمكنهمش يستعملوا هذه المكونات، الناس اللي عندهم حساسيه، او المراه الحامل، او الناس اللي عندهم امراض مزمنه، ضروري في هذه الحاله يستشروا مع الطبيب ديالهم. ونتمنى رمضان مبارك سعيد للجميع، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن مولى عز وجل.